بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مريم موغا سنتكي بكما كان يعني فضل انفاق في سبيل الله اياني نفق هنده الله سبحانه وتعالى كله. الله سبحانه وتعالى أدال القرآن أخواتي مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أتي كوبي نابر كتك لكن الله سبحانه وتعالى كله أن أخوة سبيل ربك هوتين ياوتو أنغرته أنغرته كنا بنت أغبوغو أغبوغو أدى جغدو نير دبري جغدسو كمي هوتين ياناي. أتي والله يضاعف لمن يشاء الله سبحانه وتعالى أو برادك أو الدم بلن والله واسع عليم تواخو بيقى يروين أن الله سبحانه وتعالى باني أمخا. إلا من قال حديث قاله أتي من تصدق بعدر تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله سبحانه وتعالى تقبله بيمينه ثم يربي لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه. أتي سلبس قنا هونها الله سبحانه وتعالى كله أقول لك بك أتم هنتين باني أبكا أقول لك أني من هلاله الله سبحانه وتعالى ما كذلك تيكي تيتي الله سبحانه وتعالى هلال بني أرقنا ثم يربيها لصاحبه أنا إلا مرد أكمن ده خوانا سلم من قمخ أنقا مرنا مرنا يأخو قد خوانا قامخو سرقا غنا كن دنيا ويواتو سامن شكين كوتا سرقو سوسي كي ينيا قال هينو نيري ونو سربي غنا كندا بري أنتاخون السراو نيا الله سبحانه وتعالى السراو كين كوتا السراو سنتنو باقان تكما كل انت كيسرا خالي حديث نغاتي سبعة يظلهم الله وما لا ظل إلا ظل. أتي رجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواية عند مسلم. أتي كيقى السربي سقنا هوتو أنقل لكن الله سبحانه وتعالى كلا أنقل مخندي وكيبقى أنقل أنتتو أنكت تيين دمني مخندي أنكت نوغن دمني مخندي منكت تيين دا كيبكني. أتي كيقى أنقى تاخنو سيرون الله سبحانه وتعالى سيروكين كل سيرو سنتنا ونات نفقا دينقا عن خوريا. وذلك الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. أتيكو بقى نهاقة الله سبحانه وتعالى كله سرا وعلانية مقية على بنجيدي فلهم أجرهم عند ربهم كوسيان براجين جمع الله سبحانه وتعالى كت الله سبحانه وتعالى أجر براجين سويدة سامن شين كوتة فلهم أدم عند ربهم ولا خوف عليهم سامن شين كوتة إن تكنا ولا يحزنون إن تخان مسني. ونعتقد أنها قندي إنه خوريا. وإلى هنا نري معكم الحلقة والسلام.